طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى تكاتف Together We Stand. هذا البرنامج الذي يغوص في عمق الثقافة الأردنية وقيم المجتمع الأردني التي تقوم على التكاتف والتعاضد والتعاون، يتجسد ذلك في كل ما يقوم به الأردنيون وما قام به الأردنيون خلال الفترة الأولى من جائحة كورونا وأثارها على المجتمع والاقتصاد والدولة. الفكرة إذن هي التأسيس لهذه القيم والاحتفاء بها وترسيخها، لكن الفكرة الأخرى هي محاولة الغوص أيضاً بالأوضاع التشريعية والمؤسساتية القائمة وقدرتها على التعامل مع الأزمات بما يضمن أمن الدولة والمواطن وبما يأمن ويضمن تقديم الخدمات على الوجه المطلوب، خاصة منها تلك المتصلة بالعمل والصحة والتعليم. هذا البرنامج بالتشارك مع UNDP عمان يهدف إذن إلى تقديم هذه الحلقات. هذه الحلقة موضوعها غاية في الأهمية، يرتبط بنسيج أساسي من المجتمع الأردني نسميهم ونطلق عليهم بين قوسين المغتربون. وسؤالنا اليوم: إلى أي حد تجلت هذه القيم الأردنية عند المغتربين وعند المواطنين الأردنيين المقيمين في الدولة الأردنية في التعاضد والتكاتف والتعاون لتجاوز أزمة كورونا وتحدياتها؟ ثم ما الذي كان يجب فعله على مستوى الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات المجتمع المدني؟ للحديث عن هذا الموضوع بعمق وتفصيل يشرفنا أن نستضيف اليوم كوكبة من الأردنيين سعادة السفير ضيف الله الزبن الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد الخصاون رئيس جامعة تربية الأهلية، والدكتور رامي يشاركنا في هذا الوقت الساعة 4 فجرا من واشنطن. لك وافر الشكر وجزيده أخي رامي ولمبادرتك وعملك في كونكت جو ستحدثنا عنها قليلا. اسمحوا لي أن أبدأ مع سعادة السفير ضيف الله الزبن. أسعد الله صباحكم صديقي. صباح الخير لك ولكل الحضور، وللتصحيح ضيف الله الفائز مش الزبن. أنا آسف جدا. حياك الله يا سيدي. العفو لازم سيدي. بالنسبة لأزمة كورونا اللي واجهت كل دول العالم، لا شك أنها أزمة غير مسبوقة لم تشهدها دول العالم. بدأت مدينة في جنوب شرق آسيا بمدينة ووهان، وكان في بدايتها عدد من الطلبة الأردنيين. احنا واجهنا المشكلة منذ البداية، منذ انتشار الوباء في مدينة ووهان كان تقريبا حوالي 100 طالب أردني موجودين يدرسون في هذه المدينة، وبذلنا كل الجهود الممكنة طبعا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين عودة الطلبة الأردنيين في تلك الفترة. لم يكن أحد متصورا أن هذا الفيروس سينتشر بهذه السرعة وستواجه دول العالم إشكالية كبيرة في التعامل مع هذا الفيروس وتداعياته الكبيرة سواء الاقتصادية أو الصحية. احنا بالأردن زي ما بتعرف يا سيدي في مركز الوطني الأمن وإدارة الأزمات تولى إدارة هذه الأزمة منذ البداية، واحنا في وزارة الخارجية عندنا وحدة مركز العمليات اللي هي وحدة متخصصة في التعامل مع الكوارث والطوارئ اللي تواجه المواطنين المغتربين الأردنيين بالخارج. طبعا احنا من اول يوم فعلناها، هي وحدة مجهزة بكافة الأجهزة المطلوبة للتعامل مع هذه مع حالات الطوارئ، وايضا يوجد فيها موظفون من كل مؤسسات الدولة ليتم التنسيق وتقديم الخدمات الممكنة للمغتربين الأردنيين بالخارج. احنا تعاوننا طبعا مع كافة الجهات المعنية في الأردن بالتنسيق معها من خلال طبعا خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتمكننا خلال لغاية نهاية شهر 9 من تأمين عودة ما يقارب من 40 ألف مواطن أردني
تأمين 5,000 منهم على حساب صندوق همة وطن. ما زالت الجائحة مستمرة وما زالت التحديات مستمرة، ونحاول التعامل معها. يعني الإشكالية الأكبر اللي هي واجهت الجميع خصوصا وليس الأردن فقط، إنه هاي الجائحة غير مسبوقة، وبالتالي لم يكن هناك دليل إرشادي للتعامل مع مثل هذه الجائحة، فبالتالي كاحة شكلت تحدي كبير. احنا استفدنا من تجاربنا الشخصية ومن تجارب الدول، والعمل مستمر، وإعادة تقييم المراحل السابقة مستمر، بالتالي لتقديم كل الخدمات الممكنة للتعامل للمواطنين الأردنيين سواء في الداخل أو بالخارج، والتعامل مع هذه الجائحة. ونتمنى من الله عز وجل أن تكون فترة قصيرة ويتم احتواء هذه الجائحة، وأن ينعم الله بالصحة والسلامة على الجميع إن شاء الله. ممتن أخي، وعذرا مرة أخرى سعادة السفير ضيف الله الفايز، أشكرك جزيلا. سأعود إليك طبعا حتى نغوص في المسألة أكثر، من أجل يعني الوقوف على الخلل إن شئت في التعامل مع قضية المغتربين، إن كان هنالك خلل، وما هي آليات إصلاحه إن كان بالإمكان. فعود عليك، سأعود إلى ذلك. دعني أنتقل بالسؤال إلى أخي الدكتور أحمد الخصاونة من جامعة تربية الأهلية، وليحدثنا أيضا عن أول شيء يعني your own thinking, reflections، رأيك بالطريقة التعامل الدولة الأردنية والمجتمع الأردني مع المغتربين في هذه الأزمة، ثم المبادرة الريادة التي أطلقتموها، تحدثنا عنها بشكل أفضل. تفضل أخي الكريم. شكرا جزيلا. بداية عظيم الشكر للأستاذ الدكتور زيد على هذه الاستضافة، وشكرا الى اليو ان دي بي برضو يعني للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي. بعجالة اذا سمحت بس اعرف عن جامعة إربد. جامعة إربد ثاني اقدم جامعة في خاصة في الاردن بعد جامعة عمان الاهلية، تاسست سنة 1994 وتقع على مفترق محافظات إربد، المفرق، جرش وعجلون. يعني احنا لما الدولة الأردنية الحقيقة أبلت بلاء حسنا في إدارة الأزمة، وخصوصا في بداياتها، وكنا نشوف جلالة الملك يعني دائما يتقدم الصفوف، وبالتالي يعني هذا أعطانا عبء كبير كجامعة. يعني أنا شخصيا عندي مفهوم أن الجامعة هي عقل المجتمع ومختبره، فبالتالي الجامعة بدأت بالتفكير كيف بدها تدعم الدولة وكيف بدها تدعم مؤسسات الدولة من خلال التشبيك. والحمد لله أطلقنا مبادرة بجامعة إربد للاستفادة من عودة خبرات المغتربين الأردنيين العائدين للأردن جراء انتشار هذا الفيروس، وذلك من خلال تشبيكهم بمشاريع ريادية داخل يعني خلينا نحكي الأردن، وتحديدا نحن مركزين على منطقة شمال الأردن. يعني فكان عندنا مفهوم أنه لو كل جامعة عملت جانب تنموي في المنطقة اللي هي موجودة فيه، فممكن تساهم بشكل كبير بتنمية الوطن. بالتالي يعني كما نعرف أخي زيد والإخوان، المغتربين الأردنيين خبرات كبيرة، وخصوصا العائدين من دول الخليج وأوروبا، فبالتالي يعني يجب علينا جميعا التكاتف من أجل الاستفادة من خبراتهم. إحنا يعني الجانب تبعنا بدنا نستفيد من خبراتهم وتميزها ومساعدتهم في إيجاد وظائف أو فتح مشاريع ريادية داخل الأردن من خلال تشبيكهم مع الشركات المحلية والإقليمية، أو مساعدتهم في إيجاد مشاريع ابتكارية منتجة لهم، لا سيما أن هنالك عدد كبير من الخبراء والمهندسين وأصحاب المهن المتخصصة والمتميزة قد عادوا إلى الأردن، ومتوقع أيضا عودة آخرين للأردن كما أفاد أيضا سعادة السفير بسبب تداعيات الجائحة. حاليا احنا عم نقوم بإعداد قاعدة بيانات للأردنيين بحيث انه يضعوا ملخص خبراتهم الوظيفية، عناوينهم، وأيضا عم بنحاول نشبك يعني مع قطاع الأعمال بالأردن، تحديدا مع مدينة الحسن الصناعية اللي تقع في محافظة إربد. وإن شاء الله انه ربنا سبحانه وتعالى يعني ياخذ بيدنا، ويعني وتكون هاي مبادرة يعني على قدر عالي من المسؤولية وعلى قدر عالي من الاهتمام. شكرا جزيلا أخي الدكتور أحمد، أحييك وأحيي جامعة تربية الأهلية وأحيي هذه المبادرة.
التي هي بمضمونها وصميمها وعمقها وجوهرها تعبير عن قيم التكاتف وعن قيم الإبداع الموجودة أيضا داخل المجتمع الأردني. دعوني أنتقل الآن إلى أخي الدكتور أستاذ رامي ريحاني من واشنطن، وهو في قلب الحدث، ليس فقط الحدث الانتخابي وإنما حدث كورونا باعتباره أردني مغترب، يحدثنا عن رؤيته من واشنطن لتعامل الدولة الأردنية مع المغتربين أولا، ثم يحدثنا عن مبادرته الرائدة التي سيتفضل بالحديث عنها. تفضل أخي الدكتور رامي. صباح الخير دكتور زيد، شكرا لك لاستضافة، وأنا ممنون لك كثير لدعوتك إلنا. أول شيء اسمح لي أحكي لك عن كونكت جو، فهي شبكة زي ما تقول انطلقت في عام 2014. جلالة الملك عبد الله إجا على سان فرانسيسكو لمؤتمر الأردن المبتكر، كان الفوكس تبعها عن الاي تي ودور الأردن في الاي تي، وإحنا اجتمعنا معاه كجالية محترفين هون بالأردن. أنا مثلاً تقريباً صار لي هون 30 سنة، أنا درست بالعلوم والتكنولوجيا هندسة مدني، وجيت هون أعمل دراسات عليا وضليتني هون أشتغل هذا قبل 30 سنة. فواحد زي يعني راح يضل هون. فالشبكة لما أسسناها وانطلقت رسمياً في عمان في منتدى المينا ICT برعاية USAID، والهدف إنه إحنا نشبك المحترفين الأردنيين، وعندنا هدف واحد، يعني بدنا نقوي العلاقة بين الأردنيين المحترفين في الخارج، كيف ممكن نساعد الأفراد والشركات الناشئة في الأردن لا مثلاً يا إنه يوصلوا للأسواق الخارجية، أو مثلاً كمحترفين هون بدهم يعني يستثمروا بالأردن. أيضاً بنحاول نساعد مثلاً الطلاب الدراسات العليا إنه ييجوا هون لإنترنشيبس، نحاول نعطيهم سكولرشيبس إنه بعثات ييجوا لهون. فإحنا مؤسسين الأفراد الأعضاء عنا محترفين أردنيين زيي في ولايات عديدة في الأردن، اشتركوا مع شركات زي مايكروسوفت زي جوجل، أنا بشتغل مع أكسنشر في يعني وعندهم شركاتهم الخاصة. فهدفنا إنه نساعد المغتربين بالأردن، وبرضه نكون عندنا صلة، يعني هاي زي ما تقول طريقتنا إنه إحنا to give back للأردن وإحنا هون. فطبعاً مع جائحة كورونا اللي سويناه إنه لازم نعمل إشي إنه إحنا نعطي. فعملنا GoFundMe campaign وشبكنا مع الجاليات الاجتماعية بالأمريكا، يعني المدن الكبرى هنا زي واشنطن دي سي، زي دالاس، زي سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، نيويورك، شيكاغو، في وحتى في مؤسسات للمحترفين زي الأطباء الأردنيين اللي عايشين هنا، فشبكناهم مع بعض زي ما تقول connect إحنا يعني كfunction، وساعدنا إنه نطلع مبلغ كويس، وساعدنا مؤسستين في الأردن، واحدة منهم مبادرة فزعة شباب اللي أعطت تبرع لمركز الحسين للسرطان، وبعدين مع تكية أم علي برضو ساعدناهم في مبلغ مادي. طبعا هذا أقل إشي ممكن نسويه، بس هدفنا على المدى البعيد إنه إحنا نشارك مع المجتمع الأردني بس من مكاننا من هون. أخي رامي، first of all يعني I love this virtual background اللي أنت حاطه. وأنا علم الأردني رفرف عالي، أنا علم الاستقلال. طبعاً. It's beautiful. وهذا دليل. هلا ما تفضلت فيه وتفضل فيه أخي الدكتور أحمد، وبالضبط موضوع هذا البرنامج التكاتف. كيف لجامعة خاصة في الأردن أن تقوم بمبادرة ريادة من أجل استقطاب واستثمار كفاءة الأردنية الموجودة وتوفير البدائل لها بسبب هذه الظروف؟ كيف يمكن من خلال كونكت جو الاستفادة والاستثمار في الكفاءة الأردنية المغتربون وربطهم بالوطن وأيضا تقديم العون للوطن؟ هذا هو تكاتف، هذا هو المجتمع الأردني، هذه هي قيم المجتمع الأردني. وزارة الدولة ممثلة بوزارة الخارجية قامت بأقصى جهودها من أجل تأمين عودة المغتربين، خاصة منهم العالقون، أنا بستخدم بين قوسين حتى ما أخطأ باللغة العربية،
والذين تقطعت بهم السبل. فهذا بالضبط هو موضوعنا، وهذا ما يجب أن نكرر الحديث عنه، هذا ما يجب أن نفخر به، وهذا ما يجب أن نبني عليه. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك إشكالات، وأنه من الممكن أيضا تقديم المزيد. لأن بهذا الإطار بدي أعود إلى سعادة السفير ضيف الله الفائز حتى نتكلم عن، يعني إن شئت أسميها أزمة إذا سمحت لي أخي سعادة السفير، بالمعنى أنه كثير من الأردنيين كان عندهم عتب على عدم قدرتهم على العودة، أنه بعضهم كان وما زال يشكي من تواصل بعض السفارات في الخارج، وبعضهم كان يعتقد أنه، وأنا بستخدم التعبير الصريحي، في خيار فقوس بالعودة أيضا. يعني ممكن إذا تكرمت علينا سعادة السفير نوضح هذه الأشياء حتى تكون الأشياء بشكل شفاف. سيدي بالبداية أنا بحب أكد أن خدمة المواطنين الأردنيين والمغتربين الأردنيين هي في مقدمة أولويات وزارة الخارجية. أنا شخصيا خدمتي تمتد على مدار 24 عام في وزارة الخارجية، خدمت في 5 سفارات أردنية في الخارج، آخرها كان لندن، رجعت 1/9 السنة اللي فاتت. بتشرف بإني أردني وبفتخر بإني أردني، لأني بلتقي مغتربين أردنيين بالخارج، إشي ببيض الوجه زي ما بنقول، مفخرة للأردن، في تواصل مستمر بين البعثات الأردنية المغتربين بالخارج. نحن لا ندعي المثالية، قد يكون لدينا بعض السلبيات ونحن صدورنا وقلوبنا مفتوحة للانتقاد، فنحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم التجارب السابقة بهدف تحسين الخدمة للمواطنين الأردنيين، وهذه الخدمة حق للمواطنين الأردنيين واجب علينا. على سبيل المثال يعني في جائحة كورونا قامت وزارة الخارجية بإطلاق بتحويل وزارة الخارجية بأكملها إلى خلية أزمة، كما فعلت ذلك كل بعثات الأردنية بالخارج. قامت وزارة الخارجية بإطلاق بالإعلان عن أرقام هاتف إضافية، وكذلك فعلت كل البعثات الأردنية في الخارج. عملية التأمين وتسهيل عودة المواطنين المغتربين من الخارج هو ليس جهد فردي لوزارة الخارجية، وإنما هو جهد وطني كامل متكامل بامتياز، شاركت فيه وزارة الخارجية مع كافة المؤسسات المعنية، وتم التنسيق من خلال كما ذكرت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. تلقينا العديد من شكاوى المواطنين الأردنيين وننظر فيها. أنت بتعرف يعني اللي هو التحدي غير مسبوق، تحدي كبير، والإشكالية اللي واجهتنا بالبداية إنه إحنا اتبعنا المعايير اللي وضعت من قبل الجهات المختصة، وهي والمعيار الأساس كان هو العودة الآمنة المتدرجة للمواطنين الأردنيين. الهدف ما كان أبداً يعقد عودة المواطنين الأردنيين، ولكن الهدف كان تأمين عودتهم إلى الأردن بما يضمن صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأردنيين الموجودين بالداخل. على أساس والمحدد الكبير للأسف الشديد اللي واجهنا خلال هذه الفترة كان الطاقة الاستيعابية لأماكن الحجر المؤسسي، فكانت محدودة، والطلب من قبل الأردنيين الرغبة من العودة كان كبير جدا. وإحنا منذ البداية جزأنا أو صنفنا المغتربين الأردنيين بالخارج إلى 3 فئات، اللي هي كانت الفئة الأكثر الحاحنة، اللي هي كانت اللي من كانوا بزيارة للخارج لفترة بسيطة ما كانوا عاملين حسابهم على الإقامة بالخارج لمدة طويلة، الفئة الثانية كانت الطلبة، والفئة الثالثة كانت المقيمين. وكان باعتقادنا أنه المقيمين كان عندهم زي نفس أطول واستطاعة أكبر أنه يبقوا بالخارج، فأعطينا الأولوية للي كانوا في زيارات قصيرة وللعودة للأردن، أعطينا أولوية للطلبة بالعودة للأردن، وبذلنا جهد كبير جدا. طبعا زي مرة ثانية بأكد أنه لم يكن جهد فردي لوزارة الخارجية، وإنما كان جهد وطني كامل متكامل بامتياز تشاركت فيه كل المؤسسات اللي الأردن. حدثت بعض الأخطاء وإحنا بنعترف بالشيء هذا، ولأنه زي ما حكيت هي تجربة غير مسبوقة وعملية بهذا الحجم تتوقع أنه، لكن كانت كل الجهود الممكنة اللي نقدر نبذلها بذلت باتجاه التسهيل على المواطنين والمغتربين الأردنيين وتقديم الخدمات الممكنة لهم قدر المستطاع ضمن المحددات اللي ذكرت. ممتن لك أخي سعد السفير، هذا قول بليغ وجميل وصادق، وأنا
بمركز الدراسات الإسرائيلية كنت أتابع عن قرب وكثب ما تقوم به وزارة الخارجية بالتشارك والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إعادة المغتربين على النحو الذي صنفته. وبمنتهى المصداقية والأمانة أستطيع أن أؤكد أن وزارة الخارجية تعاملت بمستوى المهنية على مستوى أرقى مستويات المهنية والتحضر، وهما أيضا سمتان أساسيتان في العمل الدبلوماسي وعمل وزارة الخارجية. بدي قبل أن أترك الحديث معك سعد سفير، لأن الدروس المستفادة، يعني فيما لو الآن تم إعادة الشريط أمامك، شو ممكن تقول إنه هذا بعمله وهذا ما بعمله، أو لازم يكون عندي فيما لو حدث في المستقبل أي أزمة من هذا النوع طبيعية أو غيرها؟ فبالتالي ما الذي يجب أن يكون مؤسسيا موجود داخل وزارة الخارجية من أجل التعامل مع مثل هذه الجوائح؟ سيدي العزيز، يعني لا شك أن استفدنا كثير من هذه التجربة الاستثنائية، وإن شاء الله بإذن الله ما ترجع مرة ثانية يعني بالحجم هذا، لأنه لا أعتقد أنه الجميع ولغاية الآن يعني التحديات ما زالت مستمرة. يعني زي ما ذكرت، إحنا ندعو الله عز وجل أن تكون فترة قصيرة وينعم الله في الصحة والسلام على الجميع. وزارة الخارجية فيها كفاءات كثيرة، تعاملت مع طوارئ سابقة كثيرة، زي ما حكيت وحدة مركز العمليات تم إنشاؤه في سنة 2002، تعامل مع طوارئ عديدة، قدم خدمات كبيرة جدا، يعمل على مدار الساعة على مدار السنة لتقديم الخدمات والمساعدات الممكنة للمواطنين الأردنيين. أنا بحب أؤكد مرة بشكل كبير جدا أنه غالبية عمل وزارة الخارجية هو تشكيل حلقة وصل بين المغترب الأردني بالخارج والجهات المعنية بالداخل، ونحن على تواصل مع كافة الجهات للتسهيل على المواطنين الأردنيين ونقل وجهات نظرهم بخصوص المشاكل اللي بيواجهوها بالخارج، بهدف بالنهاية التسهيل على المواطنين الأردنيين، وهذا حقهم زي ما ذكرت وواجب علينا. ونحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم كل التجارب السابقة بهدف دائما وأبدا هو تحسين الخدمة المقدمة لأخواننا وأهلنا اللي برا بالخارج، وهذا بنعده شرف كبير لنا جميعا. وإذا صار أي تقصير إحنا على استعداد لتلقي أي شكاوي أو ملاحظات ومناقشتها مع المغتربين بهدف بالنهاية إن شاء الله أنه تحسين الخدمة المقدمة لأخواننا وأهلنا وعزوتنا بالخارج. ممتاز، شكرا جزيلا سعادة السفير. أنتقل بالحديث إلى أخي الدكتور أحمد الفصاوني. دكتور، سمعت ما تفضل فيه سعادة السفير وما تفضل فيه أخونا الريحاني من واشنطن، وأيضا بحكم عملك وتجربتك الطويلة في الجامعات والتعليم وهذه المبادرة التي قمت بها خلال جامعة إربد الأهلية، ما الذي لاحظته على وجود بعض القصور مؤسسي أو تشريعي، وبالتالي علينا أن نعمل من باب التكاتف على ملء هذا الفراغ المؤسساتي أو التشريعي من أجل ضمان التعاون ما بين المغتربين ووطنهم؟ أخي أحمد. شكرا جزيلا. يعني تعودنا احنا بالأردن الحمد لله، ومنذ نشأة الإمارة ولغاية المملكة ولغاية اللحظة، انه جميع الأزمات احنا بنحولها الحمد لله الى فرص. يعني بالتأكيد هذا يعني دليل على حسن إدارة الدولة من لدن صاحب الجلالة. احنا مثلا في جامعة إربد الأهلية ما دفعنا الحقيقة لإطلاق مبادرة ريادة وتشبيك الجاليات الأردنية في الخارج هو مبادرة إنهض اللي أطلقها جلالة الملك قبل تقريبا عام من الآن. أنشأنا برنامج بكالوريوس في ريادة الأعمال في الأردن، وهو أول برنامج بكالوريوس في الأردن وفي المنطقة الحقيقة. يعني احنا يعني غالبا العالم بيحب التخصصات الكلاسيكيه، لكن انا بدي احكي لك احنا كجامعه اطلقنا برنامج جديد رياده الاعمال بامريكا بسموه هندسه المشاريع، يعني فكره صغيره كيف تعملها ابداعيه.
الآن هذا البرنامج هو يعني بيضيف ريادي كنموذج يحقق المنجزات ويحقق فرص استثمارية ووظيفية للأجيال من أبناء المجتمع. بالحقيقة أنا يعني ما شفت فيه قصور في إدارة الملف، أرجع لسؤال حضرتك، من قبل الدولة أو من قبل مؤسسات المجتمع. يعني إحنا على العكس، يعني بالرغم من قلة الإمكانيات وشح الموارد، إلا أنه يعني استطعنا بالأردن بحمد الله من قلب الأزمة إلى فرصة، وكانت هذه الجائحة يعني علمتنا وعطتنا خبرة كبيرة. ومنذ بداية يعني إحنا في التعليم مثلا ما كنا جاهزين، يعني إجينا يوم 18/3 كنا بمنتصف الفصل الثاني، بلحظة من اللحظات قررت الدولة إغلاق البلد من دون سابق إنذار، يعني الفيروس كان ينتشر سريعا. بنفس اللحظة الجامعات الأردنية كلها استجابت وتحولت بالرغم من شح الإمكانيات، يعني سواء على المستوى التعليم الخاص أو التعليم الحكومي كان في شح كبير بالإمكانيات، إلا أنه يعني أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الأردنية وحتى معلمين وزارة التربية يعني أخذوها يعني من مبدأ التحدي، فكان النجاح الحمد لله تعالى. تمام، مشكور أخي دكتور أحمد. أخي رامي الريحاني، طبعا نحن نتفق مع ما تفضل فيه سعادة السفير من جهد عظيم قامت به الدولة ومؤسساتها المختلفة وما قاله الدكتور الخصاونة حول هذه الهبة وهذا التعاون وهذه الأفكار الريادية. لأن أنت كمغترب مرة أخرى أردني أسست كونكت جو من أجل أولا توفير منصة من أجل الأردنيين المغتربين للتواصل فيما بينهم والاستفادة من الفرص المتاحة، ثم محاولة مساعدة المغتربين لبلدهم ووطنهم وأهلهم في الأردن. ملاحظاتك على طريقة تعامل الدولة الأردنية ومؤسساتها المختلفة مع المغتربين، وما إن كان هناك مجموعة من التوصيات من أجل تقديمها، من أجل لأنه ما زالت هذه الأزمة قائمة وربما تطول، نحن نأمل أن لا تطول لكن ربما تطول حتى يكون في جهوزية للتعامل مع هذه الملفات. نعم، لا زي ما حكى سعادة السفير الفايز، يعني هاي غير مسبوقة الجائحة، يعني كلنا عم نتعلم إنه يعني نتعامل معها لأول مرة. فإحنا كمؤسس كونكتد جو إحنا بواشنطن، وطبعاً السفارة الأردن هنا بواشنطن، ومنحاول إحنا كمغتربين ساكنين هنا نعمل دورنا بأي، إحنا مستعدين لأي شيء. بس هدفنا كمحترفين أردنيين بالضبط إنه كيف ممكن يعني نتحدى زي ما بحكوا هجرة العقول، برين درين مثلا، هذا الهدف تبعنا الأساسي. فإحنا نتمنى أنه نتعاون مع طبعا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومع الجامعات أنه كيف ممكن إحنا كجالية محترفة هنا في أمريكا وفي دول أخرى نتعامل مع المؤسسات هاي، وطبعا مش بوقت كورونا بس في غيره يعني. ودورنا احنا طبعا جزء لا يتجزأ من طبعا الموجودين بالأردن، يعني احنا يعني فريق واحد زي ما تحكوا. بس ملاحظاتي هنا انه الجالية الأردنية يعني فزعت، عرفت بدها تساعد الأردن بأكثر طريقة ممكنة. ففي جاليات كثيرة محلية في مدن كبيرة مثلا عملت مبادرات لحالها مادية ومعنوية، وإنها تساعد الأردنيين اللي زي ما تقول got stuck here إنه ما يدروش يرجعوا، وفي منهم إنه يعني أعطوا مساعدات للأردنيين اللي موجودين عن طريق المؤسسات زي تكية أم علي وفزعة شباب وغيرها. فإحنا بنطلع على دورنا إنه كيف ممكن بالأوقات زي كورونا وغيرها، إن شاء الله هاي تروح يعني قريباً، إنه كيف ممكن نتعاون مع الجامعات مع وزارة الخارجية ويكون دور المحترف الأردني في الخارج فعال، يعني كيف ممكن هو يعطي للأردن ويضل هون، يعني عارف الهدف مش إنه الكل يرجع، طبعا في منهم خلص قاعدين هون فإحنا يعني نتمنى إنه يضل النقاش والتعاون زي هيك مفتوح مع الجميع عشان نوصل لأهدافنا كلنا زي ما تقول. عظيم جدا يعني، وهذا هو واحد من الأدوار التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية، هو تقديم بلاتفورم، منصة من أجل إدامة الحوار واستدامته واستنهاضه بين الأردنيين ومؤسساتهم
والمغتربين ودولتهم وغيرها من القضايا التي تهم الوطن والمجتمع. يعني يقولون أن الأوقات الجميلة والأحاديث الشيقة تنتهي بسرعة، ويؤسفنا أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الوقت المحدد لنا. اسمحوا لي فعلا أن أتقدم بوافر الشكر وجزيله لكم جميعا، سعادة السفير ضيف الله الفايز الناطق باسم وزارة الخارجية، الدكتور أحمد الخصاوني من جامعة التربية الأهلية، وأخي رامي الريحاني من واشنطن مبادرات وبرنامج كونكت جو. واسمحوا لي أيضا باسمكم جميعا أن أتقدم إلى فريق العمل في الـ UNDP ومركز الدراسات الاستراتيجية بوافر الشكر والجزيلة، ولا يفوتني طبعا أن أتقدم بالشكر إلى إذاعة الجامعة الأردنية التي تأخذ على عاتقها بث هذه الحلقة ويتابعها مئات الألاف من الأردنيين في داخل الدولة وخارجها. شكرا جزيلا لكم وإلى لقاء قريب.